صباح الخير. صباح النور يا ميس. ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله. دلوقتي مين هي؟ انا ناسيه. يا عبد العزيز. ناسيه ايه؟ يا عبد العزيز، يا عبد العزيز. نعم نعم. لو سمعت، في بنت صغيره بره في الجنينه، هاتها. يا بنت حضرتك؟ ايوه. كان يوم اسود، يوم ما مسكت ال دلوقتي مين هيقدر يجاوب على السؤال الاولاني؟ انا. وطبعا كله كالعاده، كله رافع ايده ما عدا تومس. ولا هيسمعك خالص يا ميس، ولا اصلا هو شايفك. يا تومس، انت يا ابني مش سامعني؟ تومس انت اطرش؟ ده غلبان قوي يا ميس. ده غلبان، ده فاكر نفسه عبقرين وبيتدلك علينا، مش فارق معاه حد، مش بيسمع لحد. هو ممكن حضرتك تعيد السؤال من تاني؟ هو في ايه يا جماعه؟ النتيجه النهائيه تبقى ايه؟ تعامل ايه؟ استغفر الله العظيم، ده غلب ايه ده يا رب؟ يا ابله الصوت، مش عارفين نتكلم. سكوت لو سمحتوا. يا تومس، انت يا ابني انت ما بتفهمش، وكمان جايبين لنا واحد اخرس. المسألة دي غلط، المسألة دي ما فيهاش اي تفاعل. وكمان بتعدل على المس زي ما قلت، متكبر وبيتنك علينا ولا يسمع حد. يا قبل الصوت، عايزين نتكلم بعد اذنك. عايزين نخلص بقى قبل، عايز امشي عشان ورايا مسار عايز اقضيها. قبل بعد اذنك عايز امشي، عايزين نخلص. يا تومس انت يا ابني ما بتفهمش كمان، وكمان جابين لنا واحد اخرس، انت حيوان. يا مس، هي دي بنتك؟ ايوه. حرام عليكي، ده ماسكه الجرس ولا ماسكه الجرس على بيت فول؟ عمال ايه ايه ايه؟ معلش يا بابا. حرام عليكم. خلاص شكرا يا عبد العزيز. العفو. تومس انت مش سامعني؟ وكمان اطرش، زهقتني يا اخي. تومس، المسألة دي مكتوبة غلط، المسألة دي ملهاش أي تفاعل. هتجنني، أنت جننتني خالص، أنت يا ابني، أنت حمار، أنت أغبى إنسان شفته في حياتي، استغفر الله العظيم. يا جماعة هو في إيه؟ في حاجة بتحصل أنا مش فاهمها هنا ولا إيه؟ ها؟ سكوت. تومس، يا تومس. يا ميس، هو اصلا مش سامعك يا ميس. وكمان اطرش يا ميس. ميس المدير عايزك، المدير عايزك. ما اعرفش انت عملت ثانيه واحده يا عبد العزيز لو سمحت. اكيد بسبب ثانيه واحده لو سمحت. بوظت الجرس. ثانيه واحده. كله عبد العزيز. يا عبد العزيز. نعم حضرة الناظر. فين البراوية؟ اجي اتفضل يا براوية. اتفضلي. اتاخرتوا ليه؟ مش قادرة تيجي يا حضرة الناظر. عليكم السلام. مش قادرة تيجي. ازاي مش قادرة تيجي؟ ما اقول لها كلمة يا حضرة الناظر، مش قادرة تيجي. لا يا فندم، ده هو مش كان عايز يوريني مكان حضرتك فين. عسى الخير. انزم بس يا بابا. انزم توماس. توماس يا فندم معصبني قوي وتعب كل المدرسين معاه. مفيش تحسن؟ مفيش تحسن، ما بيتكلمش خالص ولا اي حاجه تيجي منه. بس يا بطل. لا يا فندم، هو استحسن ان انت تبعت انذار لولي امره. تمام انا هبعته. وانظم الشغل عندكم في الفصل. لا الشغل كله تمام، بس هو اللي تعبني قوي يا فندم. مش عايزين اي مشاكل من الوزاره. مفيش، صدقني. تمام تمام، بعد اذن حضرتك عشان عندي حصه. الساعه 10
ماشي اتفضلي. شكرا. قومي يا عسل مع مامتك. ربوا عيالكم بقى. دي لازم تطلع في الجرس يا حضرة النظر. كده هتبوظه. معلش وال... الطلبة فكروا في فسحة كانوا طالعين يجروا. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه يا ولاد ال... ستيف. ده جواب بتاع ولي امر. تبديل توماس. يا دي النيل على توماس وعلى يد الحزن الحزن على توماس. تقول ايه؟ ده حضرة النظر ما بقولش حاجة. ده توماس ده حضرة النظر ده دي ربع انذار يقتل. معلش. ده توماس دون في الدور السادس وجابوا لي شلل اما بطلع بدينا نخبط بالساعة والاتنين على توماس ما حدش بيرد. جيش تقعد مكان وانا راح اوديه. اسف يا فندم. اسف. اتفضل. ايه؟ حضرة النظر ودي توماس بره. خلاص اتفضل. اتفضلي يا ملاك. عاملة ايه؟ اتفضلي. افتكر حضرتك مش أول مرة يجي جواب بسبب ابن حضرتك. الحقيقة دي فعلا دي مش أول مرة. دي رابع مرة استدعوني فيها رابع مرة ايه؟ سوا. نجم ده كل المدرسين اللي عندنا اشتكوا منه كذا مره شكاوى رسميه وانا مش عايز اتخذ معاه قرار يزعلك. شيء طبيعي يعني هما بيتضايقوا عشان بيسال وده طبيعي. انت حضرتك عارف ليه ودن ما بيسمعش بيها خالص وودن تانيه 20% بس فلازم يستحملوه كتير. استحملنا كتير ويا ريت تيجي على السمع بس احنا استحملناه كتير بس هو مش جاي منه اي حاجه خالص. حضرتك عارف انه لازم يسأل عشان يفهم عشان يستوعب. يا مدام حضرتك ابنك لا بيفهم ولا بيسمع ولا بيعمل اي حاجة وصائد في جميع المواد وانا مش عارف اعمل ايه معاه. ابني لو فهم واقتنع هيبدع. انا عارفة هيبدع. يا مدام انا قلتلك ابنك لا بيسمع ولا بيفهم ولا عنده اي دماغ. ايه قرار ان انا اعمله معاه؟ ايه هو قوليلي؟ انت ولا عارفة تعلميه في البيت ولا عارفه تاخدي معاه اي حاجه. ما احنا مش يعني احنا هنا بنعلم بس مش هنربيه كمان. شوف حضرتك ايه القرار اللي حضرتك عايز تاخده. حضرتك انا خدت قرار. اعتبره ابن حضرتك. انا ابني اللي كده كنت اتحبسته لان ده مش جاي منه خالص ده متخلف. حضرتك بتتكلم عن ايه؟ طيب ما هو انا مش عارف اعمل ايه معاه. بس ما ذنبوش حاجه وبيحاول. يعني هو ذنبنا؟ بص يا مدام. ولا مين يحس بيا؟ انا عندي مدرسه لازم امشيها بنظام عشان ما اجيش انا في الاخر انا اللي السجن ولا انا يقولوا لي انت فاشل في تعليم مدرستك. انت لو مكانها هتعملي كده؟ لا لو مكانها هتعملي كده. حضرتك لو مكاني هتعمل ايه؟ لو كان اخده بقى في البيت واعلمه في البيت بقى بدل ما اتعب هتعب بين الناس. بص على درجه انا خدت قرار. اداره ابنك ما يجيش المدرسه تاني. اول بكره. حضرتك اسامه. عايز بقى شو الشغل ده بقى شبعنا منه بقى. اتفضلي. حرام عليك لازم يكون في رحمه. اتفضلي. فين الرحمه؟ فين الرحمه؟ عبد العزيز. نعم. اتفضلي يا مدام. خلاص اتفضلي. تروح تسحب الدوسيه بتاع توماس كله. حاضر. شوفوش النهارده في المدرسه. حاضر. فاهم؟ حاضر. اتفضل. خدها معاك. اتفضلي استخد. استغفر الله. توماس حبيبي بتعمل ايه؟ انت بتذاكر؟ وريني كده. ايه الورق ده؟ انا عايزك بقى تفهميني يعني المعادلة دي جت منين؟ يا حبيبي عشان سبق وقلنا يا توماس انها مجموعة على اللي فات. غلط. علشان اللي فات اتلاشت وبالتالي دي كمان هتتلاشى
معاها النتيجة تطلع صفر. شوف الحل كده من ورا. صح يا توماس، انت صح وانا غلط. انت رائع، انت عبقري، انا مبسوطة منك. برافو يا توماس، ليك عندي 16 دولار عشان جاوبت صح، وعشان بقالك 16 يوم بتقرأ كتب قريت 16 كتاب. بابا بتقول ايه؟ انا مش سامع. برافو يا توماس، ليك عندي 16 دولار عشان قريت 16 كتاب في 16 يوم. ها تحب اجيب لك بيهم ايه هدية؟ اجيب لك بيهم ايه هدية؟ اجيب لك الاسلاك؟ طبعا ادوات يا بابا، هات لي بيهم اسلاك وادوات والمواد اللي قلت لك عليها. حاضر يا توماس. طيب عادي يا بابا، انا اكتشفت 100 مادة غير قابلة للاشتعال ولا تصلح للاشتعال. المصباح الكهربائي يا توماس، انت حاولت 100 مرة وعملت اكتر من 300 تجربة. في مثل بيقول ليس من الحكمة ان تفعل للمرة الثالثة ما فشلت في عمله مرتين. طيب يعني بعد 100 فشل يا توماس الموضوع مش مستاهل انك تتغير يا حبيبي؟ قولي تاني يا ماما، انا مش سامع بتقولي ايه. هنقول تاني، هقولك وانا مبسوطة منك. طب يعني بعد 100 فشل يا توماس الموضوع مش مستاهل انك تتغير يا حبيبي؟ يا ماما انا ما قلتش 100 مرة، انا نجحت في اكتشاف 100 مادة غير قابلة للاشتعال وسجلت كل النتائج وعندي وحاصل وحوصل يعني حوصل. الموضوع موضوع وقت وصبر يا حبيبي. بقولك في مثل بيقول ليس من الحكمة ان تفعل للمرة الثالثة ما فشلت في عمله مرتين وانت مصمم. مش غلط يا بابا، علشان الفشل هو الطريق الوحيد للنجاح. ده مسألك انت ده. بس كل ولاد عمك وولاد خالتك رأيهم كمان يا توماس. حاولت ان انت حاولت اكتر من 100 مرة مش هتشوف تجربة تانية احسن؟ لا انا مستمر لحد ما اوصل وحوصل ان شاء الله يا حبيبي، وانا بشجعك. ربنا معاك يا ابني.